شوك هجوم وصريخ النهار هذا خاف إذا صار أخذ البطار كيف اللعنة البدائي مسكين شك يبقى وحال تفهم والو محكم والو تشوفك كيف تاقي تنساحبو تخوش يجاوبو جيل راهبو مسكين مبقى فيه والو رانا حكم لك وش يبقى بيش سيف اللي محال كاميرا كاشي أنا اللي بيتك الكلام السلام عليكم خويا لاباس عطيتها ليا شويه شكراكم مليحه صحه زينه لا الحمد لله الحمد لله روح نشرف اليوم ضحيتنا هو امين الطاكسيور من ولايه سيدي بلعباس امين انسان يحب بزاف الخدمه وعليها عيطنا له باش يجي يدي واحد المرضى من عند الشيخ بن شنفاره عندنا واحد المريضه هنايا عندنا شي اقراف بغيناك توصل على طول دعنا الله بيه ان شاء الله ان شاء الله رفيقا نصولي غاية زيك لا الخلاص فيها إنسان خواف شوية وباش نديرو له الأمان فاهمنا مع واحد من صحابه إلى قيم يدخل معاه الداخل هكذا نضمنو باللي آمين يدخل وما يعاودش يخرج امين من الكلمه الاولى بدا يحير ويتوسوس وبدا تخمم يتلف له امين راه غير يشوف وقيل المريضه تاعنا خدمتها له
الحساب واش راه يبان؟ امين خلاص قلبو راح يخرج من الخلعه وما قدرش حتى يتحرك من بلاصتو. وقيل آمن دار شوية كوراج وناضي حوس يحل الباب ويخرج من هذا الرعب. لازم اخرى بس ما كان والو الحمد لله. ها لا قاعد ندعي في الله. ما والله الحال دابا كاين ما قاعد نقرا عبد الله لازم يدعي الله. قاعد تسجل الصوالة بيطيحوا بس هذه سعلوقة هذه اللي جبدت الحياة كاع كيما. واش كنت تخمم في هذاك المومو هذا واش قاعد تخمم؟ ندعي في الله ما في قلبي يا عبد الله. لقيت عبد الله بصح ندعي في الله في قلبي. غادي ندعي انا غادي كيقعد ندعي في ربي يقعد كاع الناس تسمعني. ما خلصت والو والله ما خلصت هذا. بغيت نحل الباب استعن بالله ما كانش يزول الموقف انا يا روحي الحمد لله. هيا صافطوكم وصحة رمضانكم وخدمتوني ونقوم كل عام وانتم بخير.
ايه يا امين، درنا لك فيلم صغير اليوم وطلعنا لك به السكر وتلفنا لك الهضره، وعلى الخلعه هذه نقولوا لك اسمح لنا بزاف. النهار راهي حكماتك.